يعني المحاسب محمود عبد الرحمن كان شغال في المؤسسه عندك يا صفوت دي؟ مظبوط يا فندم، وكل التقارير بتقول انه كان متميز في شغله. طب تبرر بايه سبب اختفائه؟ معرفش، افتكرته هو كان مقدم طلب للشؤون الاداريه عشان اجازه، تقريبا جات له فرصه عمل بره مصر، لكن انا ما وافقتش وزودت له مرتبه. يا فندم، ده الطلب المقدم من المحاسب محمود عبد الرحمن بخط ايده، وده كمان شريط القبض بتاعه مضاف عليه الزياده اللي على المرتب بتاعه من تاريخ طلبه الاجازه. بس هو كان مقدم بلاغ للمباحث يتهمك بعمليات غسيل اموال يا صفا. يا مصطفى بيه، البلاغ ده اتحفظ وتقدر تسال الضابط اللي حفظه. طيب وايه اللي يخلي المحاسب محمود عبد الرحمن يعمل حاجه زي كده يا صفا؟ شوف يا باشا، انا رجل اعمال، يعني لي اعداء كتير، ممكن يكون حد وجهه كده ولا كده. بس انت لسه بتقول انه متميز ومخلص. صح، بس زي ما بتشتري بالفلوس كل حاجه، تشتري الضمير. طيب بالنسبه لقضايا تراخيص الحديد والاسمنت وقضايا غسيل الاموال، اظن يا فندم انا رديت قبل كده بالمستندات وبالملف. طيب والحسابات والتحويلات البنكيه للشركات اللي باسماء كبار رجال الاعمال؟ يا فندم ده بيزنس وحضرتك عارف. استنى يا استنى، شوف يا باشا، انا صفوت نصار، واحد من اكبر رجال الاعمال في البلد، وليا بيزنس في كل حته. طبيعي يكون شغلي مع رجال اعمال زي، ما اسمحش لحد يشكك في وطنيتي. تقدر تسأل أي حد في مصر كلها مين صفوت نصار. أوكي. أنت تعرف رجل الأعمال صفوت نصار يا زياد بيه؟ في حد يا فندم في مصر ما يعرفش رجل الأعمال صفوت نصار؟ لا أنا أقصد تعرفه معرفة شخصية؟ لا الحقيقة أنا عمري ما قابلته، أنا يمكن شفته بس في برامج تلفزيون، في صحف، في جرايد، في حاجات زي كده. المحاسب محمود عبد الرحمن كان مقدم بلاغ للمباحث بيتهم مؤسسة صفوت نصار بعمليات غسيل أموال. حصل يا فندم. بس أنت حفظت البلاغ؟ مظبوط يا فندم حفظته. ليه؟ الحقيقة أنا لما المحاسب محمود عبد الرحمن جالي وقدم لي البلاغ كان كله كلام مرسل، طلبت منه ما يفيد، اي مستندات، اي اوراق، ما كانش عنده اي حاجه خالص. لا بس استنى عليا بقى زياد بيه، معقوله بقى محاسب متعلم وفاهم هيروح للبوليس ويقدم بلاغ زي ده من غير ما يكون معاه الادله والمستندات؟ والله يا فندم هو ده اللي حصل. طيب تبرر اختفائه بايه؟ الحقيقه انا ما اعرفش، بس يمكن يكون سافر بره. وايه اللي خلاك تقول كده يا زياد؟ على ما اذكر يا فندم لما جالي يقدم لي البلاغ كان قال لي تقريبا كده في وسط الكلام ان جاي له عقد عمل بره بمبلغ كبير قوي. انت تعرضت لاي ضغوط من اي جهه او اي شخص علشان تقول الكلام ده يا زياد بيه؟ انا يا فندم؟ يا فندم انا ضابط بوليس، ومحدش يقدر يضغط عليا ابدا. انا اللي بيحكمني في الاول وفي الاخر ضميري وشرفي. عندك اقوال تانيه يا زياد بيه؟ لا يا فندم ما عنديش. تروح وترجع بالسلامه يا حاج توحه مقدمه. ربنا يخليك يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. خلي بالك انت من نفسك، ما تخافش عليا. والله يا بابا كان نفسي اجي معاك المطار اوصلك. لا تيجي فين، ده لسه الاتوبيس هيلف عشان ياخد بقيه المجموعه. طيب ما تنساش يا بابا تدعيلي وتدعي لماما الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن لي يا رب. يلا 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 يلا، سلام عليا جدو فتحي. تروح وتيجي بالسلامه ان شاء الله يا عم فتحي. الله يسلمك يا ميشو، خلي بالك من الدنيا يا حبيبي، مش هوصيك، ملهاش حد غيرك بعد ربنا، وانا مسافر خلي بالك منه. في عينيا يا عم فتحي. وانا هدعي لك يا ابني، ربنا يرضيك ان شاء الله. مع السلامة يا جدو فتحي. سلامة يا حياتي. اتفضل. ده جواب؟ اه انا كتبته. وعايز انا اوديه لمين؟ عايزاك توديه لربنا، هو مش انت رايح لبيت ربنا برضو؟ اه حاضر. بس انا عايزك بقى تخلي بالك من نفسك وتذاكري كويس لغاية ما جدو توفيق يخرج من المستشفى. طيب حاضر. طيب يلا يا بابا عشان ما تتأخرش. سلام عليكم. خلي بالكم من بعض. خلي بالك يا بيه. لا اله الا الله يا رسول الله. خلي بالكم من بعض. النبي يا جماعة. سلام عليكم. ربنا يجيكم ألف سلامة. مع السلامة يا بابا. دودو دودو استني، انت مش هتعملي معايا الهوم ورك؟ هاتي الكراسة يا حبيبتي وتعالي نعمله جوه. ليه؟ طب ما هنا الجو أحسن. لا خليكوا انتوا هنا وانا اللي داخل جوه.
انت زعلانه مني؟ شوف حاجه. لا مش زعلانه. لا زعلانه، احكي لي. احنا بنات زي بعض. بنات زي بعض يا قرفشانه انت. لا خلينا في الهوم ورك احسن. ليه؟ هو ممكن يعني يطير؟ فضفضي بقى فضفضي. طب وهني الاول، كتبت ايه ربنا في الجواب؟ كتبت ربنا ان انا بحبه قوي، ان نفسي اللي يخلي باله من بابي ومامي على مكانهم. قلبي انت يا ناس. مامي حبيبتي انا خارجه بقى، باي باي. استني يا شادي، تقعدي معايا شويه. حاضر يا مامي يا حبيبه قلبي. طمنيني عليكي يا حبيبتي، انت كويسه؟ يا حبيبتي انا كويسه. انت بقالك كام يوم بشوفك وما بنتكلم مع بعض، طمنيني عليكي انت. انا كويسه وزي الفل، المهم انت يا روح قلبي. ايه ده؟ الخاتم ده جبتيه انت؟ انا ما جبتوش، ده جالي هديه. مين يعني اللي جابولك هديه؟ شاب معرفه داد. يعني بمناسبه ايه جابولك؟ بعدين بقى يا مامي هنحكي ونتكلم زي ما انت عايزه، بصراحه انا متاخره قوي. باي باي. مكتب الضابط نضال حبيب عبد ربه. ايوه فندم. طيب حضرتك، انا المحامي الاستاذ فطين علي حسين الجرحي، جنحه جنايه نفقه طلاق ضرايب من اول جلسه، واسال عليا. تحت امرك يا فندم. نضال بس يبلغ خبر استناه جوه. امال هو فين؟ هو في المموريه يا فندم، وزمانه جاي. اتفضل ساعتك يا فندم. المموريه من ورايا؟ ماشي. لا يا سيدي، انا هنزل دلوقتي اشم شويه هوا وبعدين راجع له تاني، لحسن الجو هنا حر قوي. زياد الخولي بنفسه، يا نهار ملحوس، ده اللي جابه لنا ده؟ تعالى انا هدخل دلوقتي استناه جوه، ها لحسن الجو بره برد قوي. هات اخفي دي، اخفي دي. مالك عسكري واقف كده ليه؟ تمام يا فندم، نضال مش جوه يا فندم. طيب خد هات لي علبه سجاير. تحت امر ساعتك يا فندم. هو ساعتك بتشربها نوع ايه؟ اي نوع بس تكون مستورده. تمام يا فندم. جاي هنا، ده ايه الغرب ده يا رب؟ ايه الغرب ده يا رب؟ اطلع. السلام عليكم. تعالى هنا. ايه؟
انت مغطي وشك كده ليه؟ ما اصل انا ما انا خايف اقول لحضرتك يعني فتزعل. لا قوله مش هزعل. هتزعل قوله مش هزعل. ما حضرتك انا عندي الانفلونزا اللي هي الالمانيه حصبه ممكن تتعيد. شفت اديك خفت اهو وبعدت. بس ما تقلقش انا بتعالج منها يعني. بعد اذن حضرتك بقى عشان ناخد الحقنه. فاطين؟ لا انت كنت فين يا مضال بيه والديب ده جوه المكتب بتاعك؟ ديب مين؟ بقول لك ايه، انا دلوقتي هستناك عند الكوفي شوب اللي جنب المديريه. ها هشرب سحلب او بندق لحد ما تيجي. ها واوعى تقول لاي حد ان انا شفتك قبل ما اشوفك. اشوفك بقى. فاطين ديب ايه؟ هو فين؟ والله زمان يا زياد باشا، بس مجيتك ليا فيها حاجه. هو الحقيقه انا لما عرفت انك ماسك قضيه هانتر الباشا قلت اجي اشرب معاك الشاي واشوف لو ممكن تساعدني يعني او اساعدك. اساعدك؟ هو انت شريك في المحل ده ولا ايه يا باشا؟ لا 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 ابدا يا نضال بيه. هو الحقيقه بس هانتر الباشا يبقى جار حمايه فطلب منه انه يساعده. قام حمايه اتصل بيا عشان اطمنه يعني لو وصلته الحاجه. الراجل هيتجنن. الحاجه اللي اتسرقت منه ما بين ذهب والماز واحجار كريمه معديه 90 مليون، رقم يطير العقل. طبعا. والعيال اللي عملوها شكلهم بروفيشنال ولا ليه؟ ولا سعادتك وصلت الحاجه؟ لحد دلوقتي لا. كل الادارات شغاله على الموضوع ده. بس وحياتك اوصل يا باشا، ما انت عارفني. طبعا. نضال عبد ربه لما يحط حاجه في دماغه لازم يوصل لها. بس وحياتك يا باشا، لو احتجت لاي مساعده انا تحت امرك. اكيد يا باشا. ويا ريت لو وصلت لاي حاجه تبلغني عشان اطمن حمايه لحسن الراجل يفتكر ان انا طنشته ولا حاجه. اكيد هبلغك يا باشا. الا بالحق. انت عرفت ان رشدي توخي مات في حادثه؟ عرفت. ربنا انت املك منه. بس مش هو يا باشا اللي كنت عاوز اوصل له. انا كنت عاوز اوصل للي خلاه يعمل كده. يلا هو مات وخد سره معاه. استاذن انا بقى يا باشا عشان ما اعطلكش. نورت لي الشويه دول يا باشا. شكرا بيك. مع الف سلامه. الا بالحق. ابن عمك اللي كان هنا ده غريب قوي، ربنا يشفيه. احلى كوبايه شاي حبيب قلبي. ازيك يا معلم زراق؟ اهلا يا معلم جحش. اتفضل شيش هذا سيكا. حاضر. اتفضل اتفضل يا معلم. ايه يا معلم؟ لا لا يا معلم زراق. ايوه. انت صحيت ازاي؟ صحيت ازاي يعني؟ زي كل يوم. قصدي من الموت. موت؟ موت ايه يا معلم جحش؟ انت مش مت امبارح على ايد الاستاذ فطين؟ ما انا قدامك اهو زي الفل يا معلم جحش. موت ايه؟ مالك يا معلم جحش؟ في ايه؟ احلى شيشه للمعلم الجحش. قول لي يا سيكا. خدامك يا معلم. ولا ايه؟ ترد عليها بكل صراحه. حاضر. انت مش كهربت امبارح يا سيكا؟ كهربت؟ معلم زعل. انا كهربت معلم؟ ايه كهربت؟ ايه بس زي العيد اهو. امشي قرآن. وايه الموضوع؟ هو انا كنت بحلم امبارح ولا ايه يا معلم زنوك؟ وايه اللي انت شفته يا معلم جحش؟ زهر الصنف اللي في غرز الواد هريدي ده مضروب. وحياه امك يا هريدي ما انا سايبك. على فين يا معلم جحش؟ هروح اقتل الواد هريدي وراجع. تقتل وراجع؟ يا معلم شك في حاجة؟ لا الحمد لله، بس انت بغلاب كنت هتودينا في داهية. امشي غور. الحمد لله. الحمد لله ان الجحش طلع جحش وما كشفناش. عايزاك يا صفوت. اغير هدومي واخد شاور ونتكلم بعدين. كنت عايزاك دلوقتي يا صفوت. عايزه ايه؟ قلت لك قبل كده عايزه امشي. عايزه اخد بنتي وامشي من هنا خالص. عايزه ابعدها تماما عن الاشكال اللي تعرفها. اسمع انا مجهد وتعبان على الاخر. وانا بنتي عندي اهم حاجه في الدنيا. في ايه؟ انا اللي بسالك. مين ده اللي انت تعرفه اللي يجيب لي بنتي خاتم سوليتير ثمنه فوق 300,000 جنيه؟ مين ده؟ معرفش، انا اللي بسالك. خلاص لما تيجي شيري اسالها و
بطمنك. يبقى تاخد الخاتم وترجعه له وتقول له يبعد عن بنتي تماما. حاضر. اقدر اخد الشوك؟ جبت الخاتم منين يالا؟ الخاتم بتاع مين يا باشا؟ ورحمة أمي لو ما كانت معايا عدل لخلص عليك بإيدي. ورحمة أمي ما أعرف ساعتك بتتكلم على إيه؟ لا عارف أتكلم على إيه؟ الخاتم اللي كان في إيدك. بتاع سوسي؟ هصدق إنه بتاع سوسي. وديت الخاتم فين؟ بعته يا باشا. وأنت كنت جبته منين أصلاً؟ يا باشا هو حياة ربنا بتاع سوسي. سوسي؟ ولا سرقته من محل عنتر الباشا مع السرية؟ نزل إيديك من عليا زيادة يا خولي. المصلحة هي اللي بتحكم. طالما بقى صافية لبن يبقى تراضي التركي وتحب على دماغه. بشرف يا ميشو، من غير ما تقول كنت هحب على دماغه. التركي ده حبيبي. حبيبك دلوقتي بقيت حبيبك؟ اه يا هبل، حبيبي واخويا الصغير كمان. ما تزعلش تركي، ما تزعلش حبيبي، اعتبرها وزة شيطان، شيطان داخل ما بيننا. قول بقى يا رب الشيطان يطلع من ما بيننا. يا رب يا زياد. باشا باشا قول امين يا ميشو. ما يبقاش قلبك اسود، قول امين بقى. امين. الله، عندك حق يا انسه دنيا، الحمص بتاعه حلو قوي. ابقي فكريني بقى اخد كيسين مشطشطين كده لامي والقطر الندى مراتي. على فكره انت طيب قوي يا استاذ فاطين. وعلى فكره انت بتحبي اخويا ميشو يا انسه دنيا مش كده؟ ما تتكسفيش كده عشان انت جبتيني عند نفس بتاع الحمص اللي اخويا ميشو شربت من عندي. ما حاجه من اتنين بقى يا انسه دنيا، يا اما انت مدمنه حمص الشام يا اما انت بتحبي اخويا ميشو مش كده؟ طب وايه الفايده؟ ما خلاص. ما خلاص ايه؟ ما خلاصش بقى، ما تحبطنيش، انا عايز اللي يشجعني. طب واحنا في ايدينا ايه نعمله؟ نساعده ونقف جنبه وننقذه لو احنا بقى بنحبه بجد. افرضي يا انسه دنيا ان انت دلوقتي على مركب وفي وسط البحر وواحد عزيز عليكي قوي، مثلا يعني مثلا اخويا ميشو رمى نفسه في البحر وصم من دماغه، هتعملي ايه؟ هتساعديه ولا تفضلي بقى تشرب حمص الشام كده؟ طب واذا كان هو ضحك عليا وما قاليش انه هينزل البحر الغريق كده ويحصر قلبي عليه كده؟ يا ستي مش مهم هو ضحك عليك ولا انت اللي ضحكت عليه، المهم دلوقتي النتيجه، هو دلوقتي هيغرق لازم نساعده. واذا كان هو رافض ان احنا نساعده؟ تنزلي وتجيبيه غصب عن حباب عينيه. طب ما انا ما بعرفش اعوم اصلا. قفلتيها جبت درفة؟ انا غلطان من اساسه اني جيت لك. سلام عليكم. استنى بس يا استاذ فاطين، رايح فين؟ بلا استاذ بلا زفت بلا نيله على نيلتك، انا عارف الحريم ما بينصفوش اي حد بالذات انا. طب خلاص حقك عليا ما تزعلش، شوف انت عاوزني اعمل لك ايه وانا هعمل. تبقى تسمعي بقى كلامي وتفهمي كل حاجه. حاضر اتفضل. هات يا ابني اتنين حمص عشان نعرف نفكر. هو ده الرجاله اللي قاعد لي مع المزه وعامل لي فيها هالي سلامه. بقول لك ايه يا ولا، انت لم الركش اللي انت جايبهم معاك دول وامشي من هنا. والولد اللي اسمه عبده موته ده بالذات ده مش ميشو. دنيا مين الزباله ده؟ زباله؟ انا هعرفك مين الزباله. يلا رجاله اقسموا لي نصين. هو ايه ده اللي عايزه نصين يا الماما؟ وانا رغيف عيش قدامك؟ لا بقول لك ايه، البلد فيها قانون، فين الامن؟ فين البوليس؟ انا هتصل بالبوليس. حاضر. ولا اقول لك خلاص امسكي يا ستي انا هفرجك. امسكي يا دنيا امسكي، او القانون هوصل يا رجاله. ما تتهدوش يا رجاله، محدش يجري. قلت لك البلد فيها قانون يا زباله. والله ما هسيبك. حضرتك جري. اتفضل معانا حضرتك. حضرتك هو اللي جري مش انا. اتفضل معانا حضرتك بتمشى وشاره. لا بقول لك انت بتزعقلي ليه؟ مش انا اللي اتعامل معاك كده، انتوا مين اصلا؟ تايسون، هاتوا تايسون. اللي تايسون هاتوا تايسون. لا مش هيجيبني يا عم، مش هيجيبه، محدش هيقدر يمسكني. نزلني تايسون، نزلني. هو في ايه بس يا رب؟ وانا كل ما انزل مصر بعده يا القاهره مضطهداني ولا ايه؟ ده ايه الخرب ده يا رب؟ حرام عليك، انتوا واخدينه على فين؟ هيكونوا واخديني على فين يعني؟ تايسون وشايلني هيتمشى بيه على الكورنيش.
اتخطفت يا دنيا اتخطفت. انا عارف كل الحريم ادمهم بقلاوه معايا. ابقى شباب انت بقى حب تسيب لوحدك بينا داسم بقى ومن خرشه وشعره. يا استاذ فطين امسك بس يا شاويش، برضه ما ينفعش يا ميشو، انت عارف النظام والبرازيل معجوز دلوقتي. فوزي معاك فلوس اخر 300 جندي اديهم لعمك فرحات. والله مش خساره فيه برضه عمو فرحات حبيبنا. انا مش هاخد حاجه يا عم. اسمع الكلام، دول مش ليك، دول للعيال عشان تجيب لهم عشوه نظيفه يتعشوا بيها، وهم خمس دقايق بس عمو فرحات وتاني ماشي على طول. خلاص اللي انت عايز تقوله له قوله لي انا وانا هوصله له. ما تخلص يا عم فرحات خمس دقايق، هيقول للراجل ان ابوه مات ويوصله الخبر واحده واحده وتنه ماشي. طيب هم خمس دقايق مفيش غيرهم. يا برازيلي عايز تعمل برازيل ميشو؟ شفت عملوا فيا ميشو؟ بقولك عم فرحات مفيش حد هنا نشرب عنده حاجه ساقعه. عامل يا ميشو دول هيعرضوني الصبح على طابه المباح. من غير رغي كتير يا برازيلي، اسمع الكلام اللي هقولك عليه وتنفذه بالحرف الواحد عشان تخلص الليله دي كلها ماشي؟ ماشي يا ميشو، بس المهم اخلص من اللي انا فيه ده. مالك يا دودو زعلانه كده ليه؟ اعملي بس يا ربي، يعني هو الطيب في الزمان ده يحصل له كده؟ ما تفهميني في ايه؟ وكنت بتدوري على ميشو ليه؟ ما احنا لازم نلاقيه دلوقتي حالا، تليفونه مقفول ولازم يلحقه. يلحق مين بالظبط؟ ما تفهميني يا خالتي. هفهمك بعدين، المهم قولي لي دلوقتي تعرفي ميشو راح فين؟ مش عارفه، بس ممكن يكون مشغول باللعبه. لعبه؟ لعبة ايه؟ اصل انا وميشو بنلعب لعبة مع العصابة والناس الشريرين ولازم نكسب. انا مش فاهمة منك حاجة خالص. مين بس اللي بيكلم؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خلاص. الو؟ ايوه. هو تليفون الاستاذ فاطين. مين حضرتك؟ مراته؟ بس هو مش موجود دلوقتي، مش عارفة راح فين. بصي لما يبقى يظهر اخليه يكلمك. وانا كنت هعمل ايه بس يا ربي؟ هو انا كنت ناقصه؟ يعني انا كنت قادره على ميشو اللي كده عشان يطلع لي فاطين اخو اللي كده وكده؟ يا ماما يا ماما الحقيني يا ماما. في ايه يا قطر يا بنتي؟ بتصرخي ليه؟ زرعتيني وانا بعمل ام علي لفاطين ابني. تعالي شوفي فاطين بتاع ام علي. ماله يا بنت انطقي؟ بكلمه على المحموله عشان اطمن عليه، الاقي واحده ست صوتها نواوي بترد عليا وتقولي مش موجود دلوقتي. وتطلع مين اللي ردت عليكي دي؟ وانا ايش عرفني؟ سايبني هو هنا مع العيال ونازل مصر يتصرمح وشايف نفسه وقال ايه؟ شغل. عيب عليك يا قطر تقول على فاطين كده، انا ابني متربي ما يبصش بره ابدا. يا ماما بقولك واحده ست وانا سامعاها بوداني دول. طب كلمهولي وانا هعرف شغلي معاه. بكلمه من ساعتها ما بيردش. انا اخد العيال واروح عند امي. تروحي عند امك تعملي ايه يا هبله يا بنت الهبله؟ هي قالت لي كده، لو زعلك اخضبي وتعالي لحضن امك. شهر وانا عارفاها عايزه الخراب. طب وبعد ما تروحي لامك هو ده الحل يا عبيطه؟ اما اللي عايزاني اقعد له بعد ما اتاكدت خلاص انه بيخوني. يعني انت خلاص اتاكدتي من مكالمه التليفون؟ ايوه. وجايز كمان يكون متجوز عليا في مصر عشان كده كل يوم والتاني هناك. يتجوز عليكي ايه يا عبيطه؟ فاطين ابني وانا عارفاه كويس، ما يتجوزش غير مره واحده. طب اعمل ايه يعني يا ماما؟ افضلي ورايا حد ما يرد يا عبيطه. حاضر يا ماما. كده برضه يا فاطين؟ دي اخر تربيتي فيك؟ صوتنا واعمي؟ طب اما تيجي وانا هشوف لي صرفه معاك. ادخل. تمام يا فندم المتهم. طيب روح انت. تمام يا باشا تفضل الشهر. انت عليك مراقبه برازيلي؟ كان يا باشا زمان وخلصت من الشهر الحمد لله. ولا انت عندك كام سبقه؟ هم سبقتين سلاح عم يا باشا، وانا اتشطرت يعني حطوني في وش المدفع والحمد لله تبت. وانت بقى اللي بتصنع السلاح والخرطوش المال للبلد ها؟ يا باشا كنت وتبت. هم هتلاقيهم العيال اللي شغالين في السوق دلوقتي بيشتغلوا اسمي، ده البرازيلي ابن خالتي، ده انا عارفه كده باشا. سنة زمان يعني كان اسمي زي البرلاند، كنت بروفيشنال. بروفيشنال؟ ماشي يا برازيل، انا لغايه دلوقتي بتكلم معاك بالادب، ما تخلينيش اقل ادبي ماشي؟ ماشي يا باشا. قول لي بقى، انت شاركت في سرقه محل عطر الباشا بتاع الدهب؟ دهب ايه يا باشا؟ دهب مين؟ يعني ده منظر واحد يسرق دهب؟ كان بان عليا. الكاميرات مصوره كل حاجه يا برازيلي، واللي سرقوا كلهم كانوا لابسين بدل، واحنا لقينا البدله دي عندك في البيت. ايوه يا باشا بتاعتي. هي بقى الثوبها ولا ايه؟ دي بدلة الفرح. ولا سيب البدلة مكانها، حط البدلة. فرح يعرف امك، ما تتكلم عدل. يالا فرح انا باشا؟ ما انا اتجوزت، ده رايح حكومة، ما منعوا الجواز ولا ايه؟ انت اتجوزت امتى يا يوم الخميس اللي فات يا باشا، وكنت قاعد في البيت ساعتها،
ما بتحركش خالص، هتدخل في ده الجيران. جيران مين يالا انت هتستهبل؟ ما انا جايبك من قلب الشقه لوحدك وما كانش في حد معاك، انت هتكذب؟ واكذب ليه يا باشا؟ انا مش كذاب. انت صحيح جبتني من شقتي، بس انا ساعتها كنت بجيب حاجات من الشقه دي عشان ارجع شقه مراتي اللي انا متجوز فيها وعايش فيها. حتى بعتوا سالوها واسالوا الجيران. طب وال 15,000 جنيه اللي نام عندك دول؟ دول يا باشا بسم الله ما شاء الله النقطه يعني. اصل البنت مديحه دي مرزقه مش صياده سيل. مديحه مين؟ العروسه اللي انا اتجوزتها. طب اسمها مديحه ايه بالكامل؟ لا بصراحه ما اعرفش اسم ابوها، اصل ما جاش الفرح. بس يا باشا هي معروفه باسم مديحه مساكن. ها يا بنتي يا قطر، رد عليكي؟ لسه جرز ومحدش بيرد. اول مره يعملها فاطين عمره ما بتبر. ما هو طبعا تلاقيه بقيت مع مراته التانيه. محكمه الو ردت. بصي كلمي انت احسن، انا مش طايقاها. الو ايوه يا بنتي انا ام فاطين. طمني يا بنتي انا متوغش عليه قوي. ام الاستاذ فاطين؟ ايوه يا بنتي. انا مش عارفه اقول لك ايه والله يا امي، بس انا حاولت اقول لميشو بس ما لقيتهوش. هو ايه اللي حصل يا بنتي؟ قولي لي انا مش قادره استحمل. اصلهم خطفوا الاستاذ فاطين. يا كسبتي. ايه ماما؟ طلع مخلف منها. استني انت بس، هما مين اللي خطفوه؟ خطفوه؟ يا لهوي مش عارفه والله مين دول. انا يا دوبك لسه بصوت كده راحوا خاطفينه كده، وانا بقى هو ساب لي نضارته ومحموله وشنطته ومش عارفه اعمل بيهم ايه. طب يا بنتي خلي التليفون معاكي وانا هغير هدومي وجايه لك مصر، وهبقى اكلمك عشان تقولي لي العنوان. في يا ماما؟ تروحي فين؟ هغير هدومي عشان اطمن على فاطين ابني. طب استني هغير واجي معاك. تيجي معايا فين؟ والعيله دي هتعملي فيها انت ناقصه شحططه. جيبي العواب سلمي يا رب. Good morning, Dad. Good morning, Sherry. تفضلي. خير يا داد، حضرتك طلبتني وقلت لي عايزك، في حاجة؟ لا بس كنت عايز أعرف مين اللي جاب لك هدية. ويا داد وقت، وبعدين هي مامي ليه قالت لك بس؟ لا أنا عايز أطمن مين اللي معجب قوي كده. ابن حد من صحابي في النادي؟ لا يا داد. دكتور في الجامعة؟ برضو لا يا ريت. أمال مين ده اللي نعرفه ويجيب لي خاتم هدية ب 300,000 جنيه؟ فوزي يا ريت. فوزي؟ فوزي مين؟ إيه يا ريت؟ مش حضرتك بعت لي اتنين ياخدوني من مزرعة عنتر الباشا؟ أهو فوزي ده بقى واحد منهم. أنت بتعرفي الأشكال دي؟ ليه يا ريت؟ يعني الواد ده جوزك فعلا يا مديحه؟ ايوه يا بيه، وجه الورقه اهي جوزي. ده عقد جواز عرفي يا باشا. انتوا متجوزين عرفي يا برازيلي؟ يا باشا مديحه مالهاش الا في العرفي، ده مبدا بس عن حب يا باشا، مش كده مديحه؟ كده يا معلم. ما تتعدي يا بنت. من يوم ما اتجوزته بقى والبرازيلي قاعد عندك في شقتك؟ ايوه يا باشا، ما بيخرجش، اصله دايب فيا دوب، مش كده يا برازيلي؟ بس عشان بكاش يا فتوح. بس انت يا مديحة عندي قضيتين دعارة قبل كده، صح ولا غلط؟ بس تابت يا باشا، تابت، وحلفتلي انها عمرها ما هتمشي في طريق الغلط تاني الا لما تقولي. تابت؟ يا ابني ريحة الخمرة طالعة من بقها معبقة المكان كله. شبرتو يا باشا، اصلها مدمنة شبرتو. قول لك يا فطين، خد بقى عربيتك اللي فوق دي واطلع عندي فوق السطوح عشان تطمن امك وعشان تلحق تروح. ايه ده وانت مش هتروح معانا؟ لا عندي كام مشوار كده لازم اخلصه. طب وامك مش هتروح لها انت كمان عشان تطمن عليك؟ يبقى طمنها انت. انت عارف يا ميشو؟ مع اني كلت حته زين علقه علقه موت من تايسو، الا اني فرحان جدا النهارده. فرحان انك اتضربت؟ لا فرحان عشان حسيت ان ليا اخ وممكن يفديني هو. بحبك قوي يا ميشو فعلا. العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. بتقول ايه؟ بقول بقى ممكن تديني تليفونك علشان اكلم امك؟ الو السلام عليكم. مين؟
انا فاطين يا انسه دنيا، ممكن تديني امي؟ ايوه يا اما انا فاطين، انا فاطين، انت هتعيطي ايه؟ والله انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه، انا هاجي لك دلوقتي بس مش هقدر اطلع لك بقى يا اما، انا هديك الكلاكس وانت تنزلي على طول. يلا مع السلامه يا ست الكل، وحشتيني. السلام عليكم. ما عدتش دقيقه على فكره. الله يخرب عقلك يا فاطين. طب وانت هتعرف تسوق بعينيك دي؟ لا ما تقلقش، العربيه عارفه طريقها لوحدها. السلام عليكم. اوعى تقع عينيك. السلام عليكم. سلام. لسه برضه مش عايزه تاكلي يا ست غاليه؟ مش خلاص اطمنتي على الاستاذ فاطين وزمانه جاي؟ حد لو نفسي يا بنتي ياكل. ليه يا تيتا؟ ده حتى دودو نفسها حلو في الاكل، عشان خاطري بقى لقمه واحده بس، لقمه واحده. حاضر. اكلت حلو زي قلبك الحلو الابيض بالهنا والشفا. هو انت فاكره ان اللي كان كل بيعمله ميشو ده حقيقه؟ لا دي لعبه وانا كنت مشاركه فيها، ولما تاكلي هحكي لك على كل حاجه، اصل ميشو مش بيخبي علي اي حاجه. ادعي. ده ظهر الاستاذ فاطين وصل تحت. طب اشوف وشكم بقى بخير. هتجي لنا تاني مش كده؟ هاجي لك يا بنتي، كتر خيرك على كل اللي عملتيه معايا يا حبيبتي. استني يا ماما غالي، دي حاجات الاستاذ فاطين. شكرا يا حبيبتي، اشوف وشكم بخير. مساء الخير يا مدول باشا. انا عملت ايه يا صلاح؟ عملت زي ما سعادتك امرت، افرجت عن البرازيلي وحطيت عين عليه، بس بجد يا فندم انا مش فاهم اي حاجه. مش فاهم ايه بالظبط؟ هو سعادتك يا فندم مش متاكد ان الواد اللي اسمه البرازيلي ده له يد في سرقه المحل؟ اه طبعا متاكد. طب ليه بقى يا فندم ما مسكناهوش هنا عدمناه العافيه لحد ما يرجع على كل اللي معاه؟ ما كانش هيقر يا صلاح، والظاهر بقى ان شركائه عاملين حسابهم على كل حاجه، عشان كده بعتوا مديحه تثبت ان كان عندها يوم الجريمه، يعني كده كده النيابه كانت هتفرج عنه. بس الواد البرازيلي ده بقى يا صلاح هو اللي هيوصلنا لشركائه. ازاي يا فندم؟ مش فاهم. يا هيروح لهم يا هيجوا له، بس مش ده اللي هاممني دلوقتي يا صلاح. امسك اقرا التقرير ده.
ده سيرة زياد الخولي. تقرير المراقبة بيقول إن زياد الخولي له علاقة بعنتر الباشا وبيروح له، وكمان له علاقة بصفت نصار اللي هو شريك عنتر الباشا في محل الذهب والماس. تقصد سعادتك إن في سر في موضوع محل الذهب ده وإن السرقة منهم فيهم؟ برافو عليك يا صلاح. واللي سرقوا المحل كأنهم حافظين المكان كويس أوي وعارفينه حتة حتة، عشان كده العملية تمت بكل سهولة ومن غير أي مشاكل. رد فعل صفت نصار تجاه السرقة كان هادي جدا، ودي غريبة. طب وزياد الخولي؟ أهو ده بقى اللي عايزك تركز معايا يا صلاح. أنا لسه مكلم سيادة مدير الأمن وهو اللي مديني الجرين كارد. بس اللي أنا متوقعه يا صلاح إن الدهب والماس ده كان غسيل أموال، واللي سرق المحل صفوت نصار يعرفه كويس أوي. طب وعنتر الباشا؟ لا ما يعرفش. عشان كده لجأ لزياد الخولي اللي جالنا هنا عشان يشوفنا وصلنا ليه. آه دي لعبة كبيرة أوي يا فندم. أنا مستحمل كل ده احتراما وتبجيلا بس علشان عم عزوز. الله يخليك يا حبيبي. وكمان بتدعي له؟ ده بدل ما تسأله إنه نزل مصر وسايب بنتك وأم عياله ويتصرمح مع مين؟ ابني ما بيتصرمحش يا شهر، وقصير الشر أحسن. لا مش هقصره يا غالية، أنا هاخد بنتي على بيتي، والراجل فيكوا بقى يبقى يجي ياخدها. يلا يا بيت. أنا راجل يا شهر، أنا بقول لك إيه، ما تستزفنيش أكتر من كده، بدل ما أجيب بنتك قدامك من شعرها. أنا عامل احترام لعم عزوز ده. الله يخليك يا حبيبي. سامع سامع يا صول عزوز؟ سامع يا حبيبتي؟ ها؟ سامع قلة الأدب؟ بحبه يا ماما. يلا يا بنت قدامي، يلا يلا يا ماما. استني بس يا بنتي. لا مش هستنى. استنى بقى عم عزوز انت، علشان انت لا منك فايدة ولا عايدة. قال يلا يا بنت، حاضر يا ماما. ايه وكالة من غير ترباس؟ بقولك يا قطر، ادخلي جوه بدل ما اديك على نفوخك. تدي مين على نفوخها يا فاشل انت؟ روح شوف مين اللي شلفتك كده وشلفت وشك وتعالى اتكلم معانا. تايسون يا شهر هو اللي شلفتني، عايزه حاجه؟ اطلع مين تايسون ده بقى ان شاء الله؟ اخوها ولا طليقها؟ طليق مين واخو مين؟ يا حلوه يا مضفر انت كمان. اللي كنت عندها وردت على المحمول. يا بنتي كان مخطوف، والحاجات دي كان سايبها مع المدايه الغلبانه. كان مخطوف برضو؟ اه يا اختي كان مخطوف. ايوه سياح يا اما سياح، وسمع اللي ما سمعش وعرف اللي ما عرفش. انت ايه الغرب ده يا ربي؟ يا استاذ خطير. ايه يا استاذ فطين، انت ما جيتش ليه؟ معلش معلش يا بسكليت، اتلهيت بس في الخناقه. انتوا متجمعين فين؟ ها؟ في القهوه. هو في ايه يا عم عزوز؟ المعلم زلعكة اتخطف، ولازم نعمل اجتماع للقوى السريه حالا. الله، طب ما قلتليش ليه من ساعه ما جيت؟ هو انت اديتيني فرصه يا حماتي؟ على العموم بسيطه. اسمع يا وائل، روح جمع الرجاله وهاتهم لي على الشقه. وجبه معلمه. طب وبنتك اللي هتغضبيها دي هتعملي فيها ايه؟ هنأجل الغضب شوية، لأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد. إحنا أقسمنا على كده. هنعمل إيه دلوقتي يا رجالة؟ هنعمل اجتماع، وأنا في دماغي خطة. ربنا يستر. يا فرحة ما تمت، وأنا اللي قلت خلاص. بس ماشي. يلا. أنا مش هسيب مديحة. عايز إيه يالا؟ أنا مش فضيلك. عايز أريحك يا باشا عشان تعرف تفكر. اتكلم على طول هروح أمك. ولا جيب الرجاله يرموك بره. لا وعلى ايه؟ ملوش لازمه يا باشا، ده انا كنت عايز مصلحتك، ده انا كنت هقريك مين اللي سرق المحل. بس سلام. استنى يالا. مين؟ اديني الامان يا باشا الاول عشان نعرف نتفاهم، واللي اتسرق منك يرجع لك. امان انطق. انا اللي سرقت المحل يا باشا. ايه؟ هي هنا برجلك يا ابن يا ابن الايه يا باشا؟ يا ابن الايه ده، انت مديني الامان. دول 90 مليون وكاميرا. 90 مليون جنيه وكاميرا يا باشا، عليها حاجات تخصك. انت بتقول ايه؟ شفت بقى يا باشا انك لازم تهدى، وانا اللي لا مؤاخذه هريحك. ماشي اسمعك. انا سرقت المحل يا باشا بس لحساب صفوت نصار. ايه؟ صفوت نصار؟ ايوه يا باشا، هو اللي مقرينا على الليله كلها، ومديني خريطة بالمداخل والمخارج، وكمان معرفني ازاي افصل الليزر. ليه؟ يا باشا عايز ينتقم منك، مش ناسيلك انك خطفت بنته. ده شريكي في المحل ب 30 مليون. ما عشان كده يا باشا عمرك ما كنت هتشك فيه. طب انت جاي تقولي ليه؟ خنته ليه؟ عشان هو خان يا باشا، وعايز ياكل حقي، وهددني بزيادة الخولي. زياد الخولي؟ ايوه يا باشا، اللي كان متفق معاك على 10 مليون علشان يرجع لك اللي اتسرق. كان بيثبتك لما اوزع يا باشا، كان موالس مع صفوت نصار عليك وعارف كل حاجه. كانوا عايزين يخلصوا عليك يا باشا بعد ما تبقى على الحديده، تبقى مذلول ليهم. انت
انت كذاب. انا مش كذاب يا باشا. انت لو مؤاخذه اتضحك عليك وانا هثبت لك. انا عندي الليله دي ميعاد مع صفوت نصار قبل 12 بالليل عشان اديله الكاميرا. انت الكاميرا معاك؟ اه يا باشا، خليتها بقى معايا علشان اضمن ان هم ما خلصوش عليا. انا هتصل بيه وهخليك تسمع بودانك. مش ده رقم صفوت؟ هو الو صفوت باشا. ايوه باشا، انا معايا الكاميرا وجاهز. فين يا باشا؟ بتقول يا باشا؟ تمام، قبل الميعاد هتلاقيني عندك. سلام يا باشا. مرة دي بموتك يا صفوت يا نصار. تبقى انت كده يا باشا بقى عملت الصح. فلوسي 90 مليون هيرجعوا لي ازاي؟ انا باشا اللي هرجعهم لك من زياد الخولي، بس بعد ما اسلمه لك بايدي. انت بقى هتستفيد ايه؟ يا باشا ما انت هتديني ال10 مليون اللي كنت هتديهم لزياد، زياد بقى انك هتخلصني منه ومن صفوت نصار. وكده يا باشا بقى يبقى انت رجعت لك فلوسك وانا خدت حقي. حقك؟ مش ادراك بقى ان انا ما خلصتش عليك دلوقتي. مش هتقدر يا باشا، عشان الكاميرا مع واحد حبيبي، لو حصل لي حاجة هيروح يسلمها للبوليس ويقول لهم على كل حاجة. باشا صدقني اسمع كلامي، فلوسك زي ما أنا سرقتها أنا برضو اللي هرجعها لك. أنا بس عايزك يا باشا دلوقتي بقى تهدى عشان تعرف تفكر إزاي هتخلص على صفوت نصار الأول قبل ما هو يخلص عليك يا باشا. والله يا صفاتين إحنا بنتهدد. عاجبك الكلام ده عم عزوز؟ الله يخرب بيت عمك عزوز على اللي جابه عمك عزوز. انا عايزكوا اخش انام، انا مش ناقص صداع. تنام ايه يا صلح عزوز؟ طب والمعلم زلعوكه نسيبه يروح قدر كده في الحلبه؟ يا عم ما يروح في الحلبه ولا في السحلب ولا في اي مشروب يعجيب ولا يروح في 60 دقيقه حتى، انا مالي يا اخي. يا عم عزوز هو كل واحد هيدخن شكمانه في وشنا؟ على كل حال احنا نعرف نجيب له حقه. بس بس انا الحل هنا ومجهزه، بس بقى ممكن كلنا كده نخرس عشان اعرف اتكلم؟ اتكلم وارغي. اول حاجه علشان نبقى كلنا كده في السليم نخلي عم عزوز يعمل محضر سقع كده، ها، ويتهم فيه درغام ورجالته ان هم اللي خطفوا المعلم زي العكه. والمحضر ده بقى ايه لازمته يا حيله؟ جهله بالقانون زي جوزك. المحضر ده يا هانم هو اللي هيحفظ لنا حقنا علشان لما نهجم على مخبأ درغام بعد الفجر ونظبطهم متلبسين بخطف. اسمعنا بقى، الهجوم بعد الفجر علشان نصلي الفجر الاول، ثانيا بقى اكيد هم ساعتها يعني هيبقوا نايمين. طب ولما نظبطهم نايمين ايه؟ نصحيهم ونجرجرهم بقى على الاسم مقريفين. بس قبل ما نجرجرهم على الاسم نربطهم كده ونلف بيهم الجزيره كلها علشان يبقوا عبره لمن لا يعتبر. تعالوا اسمعوا بقى الخطه. الو صفوت باشا، معلش. اول دولي انت منين يالا؟ اسكندريه. اسكندريه. انا هسيبك تمشي دلوقتي، بس هتخرج من هنا على اسكندريه. قسما عظما لو شفتك في القاهره تاني. انت عارف حالي فيك ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف. اوكي ارموا الزباله ده بره. اللي زرعته يا صفوت انت بتحصده النهارده. زي ما جتني بنت اهلي زمان عشان خاطر تاخدني رغم ان ابويا كان رافضك عشان عرفك عن حقيقتك. النهارده بنفس السيناريو بس مع بنتك. يا خوفي يا بنتي تعمل زيي وتمشي ورا قلبها وتسيبنا وتمشي. بتخرفي وبتقولي ايه؟ بقول اللي انا شايفاه. اذا ما نسيتش اللي انا عملته بيحاسبني في بنتي زي ما سبت بيت امي وابويا وسبت دنيتي بحالها ومشيت ورا انسان بيمشي غلط وبيكابر وبيعاند. بنتك برضه
وقعت في واحد من نفس عينتك. أنا مش دايما هقدر أمسك أعصابي وأسمع منك الكلام ده. ما تسمعوش. خلاص. رد على أسئلة بنتك اللي من ساعة ما جت عمالة تسألها لي. أقف كده قدامها وحط عينك في عينها وشوف إن كنت هتعرف تكذب عليها زي ما كذبت عليا ولا لأ. طلعنا رخاص رخاص قوي يا ميشو. أول مرة حس إني ضعيف ومش عارف أدافع عن نفسي. كنت خايف بكتر الضرب لموت ومحدش يحس بيا. عارف يا ميشو أول مرة حسيت بزبالة قوي. خلاص بقى يا ترك في إيه؟ روق يا أخي. وبعدين قلت لك حقك هيرجع لك وبزياده ومنهم كلهم. هو بكره مش بعيد. الا وبعدين يا ترك انت اول مره يعني تنضرب. مش الضرب اللي وجعني يا ميشو. انت لو ضربت قد كده 100 مره ولا حوا. عارف ايه اللي وجعني وكسرتني بجد؟ كسرت النفس. كسرت النفس وحشه قوي يا ميشو. معلش يا ترك ده انت بتحبها قوي على كده. مش هحب حد غير. طب وقلت لها؟ اليوم اللي قلت لها فيه كان اخر يوم هشوفها فيه. ليه؟ مش هتشوفها تاني ليه؟ عايزني اقول لها ايه يا بيشو؟ عايزني اقول لها ده انا بشتغل حرامي؟ وايه يعني؟ طب ما ابوها صفوت نصر نفسه حرامي. ايوه يا بيشو بس هي ما تعرفش. قول لها يا تركي. قول لها عشان الفلوس تتساوى. انت عايزها تروح فيها؟ تعرفهاش يا ميشو زي الورده المفتحه تخاف عليها حتى من نسمه الهوا. يا سلام ده انت يا ترك بتحبها قوي ونايم فيها كمان. بس تقول ايه بقى لقله البخت؟ يوم ما احب الطليانيه تسيبني وتسافر، يوم ما احب المصريه يطلع ابوها صفو نصار. ظهر ان انت كنت صح يا ابن الحاوي. ما قلت لي ان احنا موجودين بس في الدنيا دي عشان ما تلطش. طب امسك يا ترك امسك امسك اشرب كده وروق عشان ارسيك بقى على اللي هنعمله مع زياد الخولي. يا اخي انت ما بتحسش. ما كفايه لعبه بقى يا ميشو. اتقل يا ترك ده احنا في اخر ربع ساعه من الماتش ولازم نكسب والا كل اللي عملناه هيروح على فشوش. المره دي لو خسرنا مش هيصرخوا وشنا وبس. دول هي على ايه؟ نكمل الماتش نشوف اخرتها معاك يا ميشو ولا قبل ما قالوا انا هيسخطوا كارت. هو ده الكلام. اسمع بقى يا قرد. نهار طلع يا فاطين. ايه هتفضل رايح جاي كده ومش هتدخل تريح شويه؟ مش هريح يا قطر. وريحي انت بقى كده شويه وانزلي من على نفوخي علشان انا دماغي مشغوله ومش فاضيلك. مشغوله بايه ان شاء الله؟ ايه خلاص مش قادره على بعدها؟ بعاد مين يا قطر ما تلاقينيها بقى؟ لا اله الا الله. طب افهمها ازاي بقى دي؟ فعلا ناقصات عقل ودين. طالما ناقصات عقل ودين خد بقى العيل ده عشان انا نازله من بكره الشغل. اتعود بقى. هاتي قطر هاتي. ايه بتهدديني؟ فاكراني مش هقدر اشيل سنهوري ابني؟ هيهات. ده انا سنهوري ده احطه جوه عيوني. ده انا اخدمه برموش عينيا. في ايه يا ولاد على الصبح؟ تعالي يا ماما شوف ابنك اللي ما نامش من امبارح وسايبني مرميه لوحدي في الاوضه. ايوه مثلي مثلي قطر. وبرضه مش هريح يا قطر يا بنت شهر. ايه ده عاجبك كده؟ او سنهوري عملها عليا اهو. احسن. يعني انت قطر كنت عارفه ان هو هيعملها عليا؟ اه كنت عارفه يا فاطين. ماشي يا قطر. اما فرقتك اما حرمتك من الراحه يا قطر ما بقاش انا فاطين.
مالك بس يا فاطين يا ابني؟ متعصب على الصبح ليه؟ يا أمي، القوة السرية بتاعتي في مهمة من الفجر لاسترجاع المعلم زي العكة المخطوف، ومحدش منهم ظهر لحد دلوقتي. هو انت كل ما هتتزنى هتجيب لنا سيرة الخطف؟ بقول لك ايه يا قطر، اسكتي بقى خالص لخرشيمك. قوة ايه وسرية ايه يا فاطين يا ابني؟ بعدين يا أمي بعدين بقى، انا قلقان دلوقتي. معلش معلش، اقعد هنا يا سنهور، اقعد يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا استاذ فطين. صباح الجمال عم زي العكر. الله اكبر الله اكبر. تعالى تعالى زغرات ياما، المهمه نجحت. مهمه ايه يا ابني اللي نجحت؟ مش المعلم زي العكه كان مخطوف من درغام ورجالته ياما، والقوه السريه بتاعتي قدرت ان هم يحرروه. احكي لي بقى عم زي العكه، احكي لي انقذوك ازاي من ايديهم؟ هم مين اللي انقذوني؟ انا ما كنتش مخطوف يا استاذ فطين. ايه؟ ما كنتش مخطوف؟ امال انت كنت فين ده كله؟ الله يكسفك. وما كنتش ليه بترد على الموبايل؟ ما هو ده اللي انا كنت جايلك علشانه، اخبار على السخ ما تستناش. ايه هي الاخبار؟ قول. من خلال مراقبتي الدرغام عرفت انه مسافر يقابل خواجه عشان بضاعه. كنت حاسس بده. فكرت انا بقى، ربنا يستر، قلت ما بديهاش، طلعت وراه بالعربيه لحد شرم الشيخ، وفجأة حصل اشتباكات. الموبايل فصل شح، عشان كده معرفتش اتصل بيك، بس عرفت كل حاجة ولسه واصل حالك. مساء الخير يا سعادة الباشا. مساء الخير يا حمدي. حاولت مع الباشا من امبارح اوصل لعنتر الباشا، بس للأسف معرفتش. يبقى نحن لازم نخلص منهم بدري. حدد معاد مع زياد الخولي كمان ساعة في الفيلا القديمة. تحت أمر سعادتك يا باشا. حاضر. دادي. دادي كنت عايزة أتكلم مع حضرتك شوية، ممكن؟ وأنا برضو يا روح بابي عايزة أتكلم معاكي، بس ممكن لما أرجع؟ أوكي دادي. حمدي. تحت أمر سعادتك. أغير هدومي وأجيلك. اتفضل يا باشا، اتفضل. زياد الخول يا باشا من أمن الدولة، وكنت بدافع عن نفسي ومتصاب. حاضر حاضر حاضر. خلاص يا ستي، هو ايه الزن ده؟ جاي اهو. باي. مش ممكن يا رب، والنبي يا رب اتوب عليا من المستشفى دي بقى. خلاص اللي زهقت يا رب، زهقت زهقت يا ساتر. ازيك يا مجنونة؟ يا ام مخ طائر، انت فين بقالك يومين كده سايبني؟ ان شاء الله من ساعة ما ست والدتك كان هنا ومحدش شاف وشك. كنت بخلص حساباتي مع الدنيا اللي مغلباني علشان اروق بقى للدنيا اللي انا عايزها. عايزها بجد؟ انت عارفه يا دنيا، انت مالكيش غيري وانا ماليش غيرك. خلاص طالما كده يبقى تسيبك من السكه اللي انت ماشي فيها دي خالص، وترجع تعيش مع الست غاليه والدتك. ماشي. طب احلف. وحياتك عندي، ان شاء الله يدهسنا قطر. بعد الشر ان شاء الله تقطع حتت. بس بقى انت عارف، انا لو عندي ام زي الست غاليه دي كنت سبت الدنيا دي كلها عشان خاطرها. وحشتيني.
أول مرة تقولها. خلاص مش هقولها تاني. لا 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 استنى، أنت كمان وحشتني قوي. أول ما عم فتح إن شاء الله ما يوصل بالسلامة هنتجوز على طول. أنا هنا يا أستاذ. إيه ده، أنت هنا من إمتى؟ من ساعة هو وحشتين. طب وأنت لابسة كده ليه ورايحة فين؟ رايحة أزور جده في المستشفى أنا ودودو. طيب بروحوا بقى وأنا هاجي أزوره معاكم بعدين. طيب ما تتأخرش علشان نروح نشتري فستان العيد. عيد؟ عيد إيه؟ ياه ده أنت مش هنا خالص، العيد الكبير قرب. كل سنة وأنت طيب. يا خبر أبيض، ولا كان في دماغي. مش يلا بقى يا دودو، يلا يلا يلا. طيب يا ميشو هتيجي؟ جاي عشان اجيب فستان العيد دي نور واجيب لك فستان الفرح. بقول لك يا بويا. ايه؟ عملت ايه مع العصابه الشريره؟ لا ما خلاص ما بقاش في عصابه. لا بجد يعني انت هتسيبك؟ لا 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 لسه، بس فاضل حته صغيره. ايه؟ لما اجي لك انت ودنيا بس بقى بطلي راغي، لما اجي لك هبقى احكي لك عليها. يلا بقى عشان ما تتاخروش. طيب ماشي يلا يلا. طيب يا عمر. بايا مجنونه. في مصيبه، زياد الخولي هو اللي قتل عنتر الباشا وبيحققوا معاه في المدرجه دلوقتي. طب انت ايه مخطوط كده ليه؟ مخطوط ايه؟ اللي احنا كنا مظبطينه ان عنتر هو اللي يقتل زياد ويتقبض عليه ويبقى كده خلصنا من الاثنين. ما هي هي يا ابني برضه كده خلصنا من الاثنين. ازاي وزياد لسه عايش؟ يعني مش هيسيبنا؟ ما هيبقى ساعتها بقى في السجن. انت ناسي ان هو اللي سرق محل عنتر الباشا؟ ايه انت بتقول ايه يا بيشو؟ ولما البوليس هيروح يفتش شقته وهيلاقي شويه من الذهب المسروق عنده اللي انت سبتهم هناك يا ترك، ده غير بقى انه قتل عنتر الباشا. انت مش بتقول ان هم بيحققوا معاه دلوقتي؟ يا حلاوه، ولو جاب سيرتنا في التحقيق؟ ما يقدرش، لانه عارف ان احنا هنقر على كل حاجه احنا عملناها علشانه. بيشو زياد الخولي مش مهندس ديكور، ده ضابط شرطه، يعني ممكن يطبخوها له ويخرج، وساعتها يعمل ايه بقى؟ يزنجفنا احنا الاثنين. ساعتها بقى يا ترك انا اللي هخلص عليه وبايدي. هاي دول ايه؟ طب انا جاي حالا. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم. هو ميشو مودي جده على فين؟ مودي حبيبتي على المكان اللي هنروحه كلنا إن شاء الله، بس بعد عمر طويل. طب وهو ليه ما خدنيش معاه؟ بعد الشر عليكي، عشان الأطفال الكتاكيت الحلوين اللي زيك ما ينفعش يخشوا جوه. طب ليه؟ عشان من غير ليه، هو كده وخلاص. طب هو انت اطفال ايه؟ قصدي يعني انت ليه ما روحتش مع ميشو؟ اروح فين جوه؟ لا اصل انا كفوزي لو دخلت جوه بقى روحي هتروح وقلبي هيتقبض، وبعدين انا قلت افضل معاك انت هنا احسن. طب ليه؟ عشان انت ايه حكايتك كل شويه ليه 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 ليه؟ ده انت طلعت لمده قوي. اوف روحت جدو؟ خلاص روحت. اطلع تركي
اطلع على فين بقى؟ ابوس ايدك، ده انا عندي كام مشوار ولسه في كوافير وموزز، عايز الحق. خلاص خلاص، نزلني على اول الشارع واعمل مشاويرك وبعدين ابعد عليك.